الله 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 سبحان الله 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 الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. صدق الله العلي العظيم. هذه سورة الحجر. طبعا الإخوة يعلمون أننا بدأنا قبل حوالي 30 سنة، ولله الحمد، من آخر القرآن، من سورة الناس. وإن تفضل علينا الله في هذا العام كالأعوام السابقة في هذه الديوانية العامرة، إذا أكملنا سورة الحجر فسنكمل بها 17 جزءاً من القرآن، والحمد لله. ولا ندري هل يسعفنا الدهر ويمهلنا الأجل أن نستمر في الأعوام القادمة أم لا. نسأل الله التوفيق لذلك. الحجر اسم منطقة، كما يقال في بعض كتب الجغرافيا، بين المدينة والشام في تيماء مثلا. كان في هذه المنطقة قوم ثمود، أي قوم النبي صالح صلوات الله وسلامه عليه، وكانت لهم مدنية وحضارة، وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا كما في بعض الآيات. المهم، هؤلاء تصدوا لنبيهم صالح سلام الله عليه، هذا النبي العربي من الأنبياء العرب، منهم صالح عليه السلام. في الآية 80 من هذه السورة يأتي ورود هذه الكلمة أصحاب الحجر. بمناسبة هذه الكلمة سمي اسم هذه السورة بالحجر، كما أنه سميت البقرة سورة البقرة لورود ذكر بقرة بني إسرائيل، وهكذا بقية السور. عموما هذه السورة من السور المكية، وعندما نلاحظ تاريخ نزول السور تقريبا، طبعا بالتحديد لا يمكن لأنه لم يسجل هذه بشكل دقيق، مثلا أول سورة في أي يوم من أيام السنة وفي أي سنة، تقريبا أكو تاريخ يسموه تاريخ القرآن، كتاب اسمه تاريخ القرآن يذكر بعض هذه الأمور. تقريبا في بداية
البعثة العلنية لرسول الله. الرسول عندما بعث صلى الله عليه وآله لم يؤمر بإعلان الدعوة، كان مأمورا أن يبلغ سرا، يمكن 3 سنوات 4 سنوات، بعض يذكرون أكثر أقل، بقي يدعو الناس في مكة سرا خوفا على أصحابه، لأنهم كانوا يقتلون يؤذون، يودهم إلى الصحاري كما سمعتم في المجالس، أنه بلال مثلا كان يعذب، صهيب كان يعذب، ياسر وسمية والدا عمار رضوان الله عليهم أول شهيدين في الإسلام، هؤلاء استشهدوا في مكة. فلذلك كان الرسول مأمورا بالدعوة السرية. بعد أن أتى الأمر الإلهي فاصطع بما تؤمر، في هذه السورة موجودة هذه الآية، أمر رسول الله بإظهار الدعوة. تقريبا هذه السورة بدايات الدعوة العلنية لرسول الله. عندما صارت الدعوة علنية جوبها رسول الله بأشد المجابهات من قبل قريش، تهم تهديد وما أشبه. وفي تلك الفترة أخذوا بلال وسمية وعمار وياسر وهكذا، هؤلاء عذبوا في صحاري أو في جبال مكة على الصخور. بداية الدعوة لم يعذب أحد، ليش؟ كان في السر، فما كانوا يدرون بالتفصيل شنو، يدرون أن رسول الله، طبعا هم ما يقولون رسول الله، يرون أن محمدا صلى الله عليه وسلم يذهب مع مجموعة من الناس إلى بيوت، إلى بيت، إلى بيت فلان وفلان ويدعو الناس. انتشر الخبر ولكن ليس بذلك الشكل الذي يفهمه الجميع. بداية الدعوة، هذه السورة تشير إلى تلك الحقبة من الزمن، أول المجابهات أو أولى المجابهات التي صارت لصد رسول الله وأصحابه، هذه السورة لمحاتها بصماتها تشير إلى تلك الحقبة. خب شنو يسوي الرسول صلى الله عليه وآله؟ الرسول يجب أن يستمر في دعوته لأنه فرد إلهي لم يأتي من عبث. استمر رسول الله وبدأت المشاحنات والنزاعات إلى تفاصيل ما علينا بها. هنا يأتي النداء من قبل الله سبحانه وتعالى، يا رسول الله ذرهم، ما دام هؤلاء لا يريدون أن يقبلوا الحق ذرهم، اتركهم، ذرهم يأكلوا. التعابير جدا دقيقة، هذول جايين فقط كالحيوانات للأكل والشرب، خليهم يأكلون. بعد شي يردون؟ يردون لذات دنيوية ويتمتعوا، خليهم يتمتعون بالحياة الدنيا ما يفكرون في الآخرة. بعد ويلههم الأمل، طبعا الأمل شيء جيد، الأمل نوعان، نوع إيجابي ونوع سلبي. أما الأمل الإيجابي، كلنا في حياتنا لولا الأمل ما نقدر نعيش. أنت الآن جاي هنا بأمل، جاي حتى تستمع إلى القرآن، حتى تستمع إلى التفسير. أنا جاي بأمل حتى أقدر أوضح بعض آيات القرآن وحصل ثواب. مثلا الغارس عندما يغرس شجرة بأي شيء، بأمله أن تنمو هذه الشجرة وتثمر وتعطي ثمار
ويبيع الثمر ويحصل رزق وهكذا. الكاسب، المزارع، الدارس، المعلم، الحوزوي، كلنا لولا الأمل لما عشنا. هذا الأمل الإيجابي. وهناك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يشرح هذا الأمل الإيجابي الجيد. يقول: الأمل رحمة لأمتي. الرسول يقول: الأمل رحمة لأمتي، ولولا الأمل ما رضعت والدة ولدها. هذه المرأة التي تتعب في نصف الليل وانت نايم يا رجال، مو احنا نايمين بعد، مو شكل الأم تترك نومها ورقدتها وتقوم مرات ومرات ومرات، بعدين الولد يكبر وما يشكر أبوه، ما يشكر أمه، ما يبوس إيدها كل يوم، لا يخدمها ولا يخدم والدها. هذا عجيب ترى. إحنا اللي كبرنا نفهم، هذول الشباب بعدهم، إحنا اللي كبرنا نفهم ما تقدمه الأم من تعب في سبيل إرضاع ولدها. ممكن تقول الرجال يقول خو هذا واجبها، ولكن بأي شيء هذا الواجب تؤديه المرأة الأم؟ بالأمل أنه هذا ابني راح يكبر وراح يدرس وراح يروح جامعة أو راح يروح إلى حوزة يتعلم، بعدين يأخذ إيدي، بعدين يتركه. اليوم سمعت واحد يقول: ابني ما يسلم علي. قبل يوم اجاني واحد ثاني يقول: ابني يقول راح انتقم منك. شنو هاي؟ شنو الثقافة المستوردة من هنا وهناك؟ نرجع إلى كلامنا. الرسول يقول: الأمل رحمة لأمتي، ولولا الأمل ما رضعت والدة ولدها. هذا الأمل اللي يخلي الوالدة نص الليل تقوم من نومها وتترك الرقدة وترضع الولد. ولا غرس غارس شجرة. هذا المزارع اللي يتعب في البستان ويغرس الشجرة بأي شيء بالأمل أن هذه الشجرة التي أغرسها سوف تعطي ثمار ولو بعد 5 سنوات. هذا الأمل الإيجابي. طيب فشنو الآية تقول: وليلههم الأمل؟ هذا الأمل السلبي، ما قاله أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في نهج البلاغة: إن أخوف ما أخاف عليكم اثنان، اتباع الهوى وطول الأمل. طول الأمل يعني أمل باطل. تقول له راح للحج، يقول هسه تو الناس أروح إن شاء الله بعدين. خمست أموالك، يقول بعد أكو وقت. بنيت مدرسة، أنت ما عندك فلوس، سويت مأتم، سويت خير، هاي يسوف يسوف يسوف، تسويف من سوف سوف سوف، آخر يجي الأمل، يجي الأجل. هذا الأمل السلبي، اتباع الهوى وطول الأمل. فأما اتباع الهوى فيصد عن الحق. الحق واضح عنده، ما يقبل، يعاند. هسه يمكن تقول هاي في العقيدة، نعم، وفي غير العقيدة، في المعاملات التجارية، في القضايا العائلية، في المشاحنات الأسرية، يفهم أن الحق مو وياه، مع ذلك ما يقبل. ليش؟ اتباع الهوى، هوى النفس ما يخلي. أنا هذه الأنانية، أنا أخضع لفلان، هذه صعبة. اتباع أمير المؤمنين يقول: أخاف عليكم، أخوف ما أخاف عليكم، اتباع الهوى وطول الأمل. فأما اتباع الهوى فيصد عن الحق، وأما طول الأمل فينسي الآخرة. استجير بالله،
إذا نسي الإنسان الآخرة والقيامة والموت بعد شغله يخلص بعد هذا. طيب نرجع إلى الآية كلمة كلمة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام راء، لام يعني ممددة شوية بالتجويد. هذه الحروف المقطعة شارحيها كم مرة، حروف تأتي في بعض السور، بداية بعض السور، إما رموز بين الله ورسوله والأئمة أيضا يفهموها إحنا ما ندري شنو، وإما على بعض المفسرين أن هذا القرآن المعجز العظيم الذي لو اجتمعت الإنس أو الجن والإنس لا يأتون بمثله، هذه من هاي الحروف ألف لام راء صاد، هذه الحروف. وأنا أتصور أنه اثنينات صحيح، حتما هذه رموز لا نعلم مغزاها بين الحبيب والمحبوب. ألف لام راء تلك آيات الكتاب، تلك آيات إشارة إلى البعيد لتعظيم الآيات، هذه في البلاغة تذكر في البلاغة العربية، علم البلاغة إذا تريد تعظم شيء ما تجيبه بإشارة قريبة، تجيبه بإشارة بعيدة، تقول ذاك الرجل، ذلك الكتاب، تلك آيات الكتاب، هذا للتعظيم، وإلا لازم يقول هذا الكتاب. تلك آيات الكتاب اللي تقراها آيات الكتاب، الكتاب إشارة إما إلى اللوح المحفوظ كما يقول بعض المفسرين، وإما هذا الكتاب لأن أحد أسماء القرآن الكتاب. تلك آيات الكتاب وقرآن، يعني آيات قرآن، آيات مضاف، الكتاب مضاف إليه، واو واو عطف، وقرآن عطف على الكتاب، يعني تلك آيات الكتاب وتلك آيات قرآن مبين، هذا القرآن مبين يبين الحق ويميزه عن الباطل، وكل شيء بواضح. خب إذا هالشكل يا مشركي قريش لماذا لا تقبلون الحق؟ الله يجاوب يقول يا رسول الله أكو ناس لا يريدون قبول الحق لعنادهم ولجاجهم وتصلفهم وصلفهم لا يقبلون الحق، شو تسوي؟ اتركهم هذول. ربما رب مشددة هي، ولما عندما تدخل على ما تصير مخففة، يعني تقدر تقول ربما وتقدر تقول ربما، إذا دخلت على ما تقدر تدخل على الفعل أيضا، وإلا ربا هي حرف جر، أنتوا تذكرون العربية لو ما تذكرون حروف الجر شو تسوي؟ حروف الجر تدخل على الأسماء، على جبل، إلى سفر، إلى الديوانية، كل شنو يصير؟ أسماء. هنا أنا داخل على شنو؟ على فعل. إذا تريد أن تجعل ربا تدخل على فعل خلي وياه ما، ربما يود، يود فعل، هذا الشكل شوية من باب تتذكرون العربية. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، يجي يوم يا رسول الله هذول الكفار يجي يوم يتحسرون، قل يا ريت كنا مسلمين، هاي شو وقت هذا اليوم؟ أنا أتصور كل التفاسير اللي تحكي عن هاي الآية كلها صحيحة، أنا عادة أقبل أغلب التفاسير، مو كل التفاسير، التفاسير الباطلة أخو ما أقبلها، التفاسير اللي لا تعارض العقل ولا تعارض أو الأساسيات الدينية نقبلها. بعض المفسرين يقولون في الدنيا هذول المشركين لما انتصر الإسلام وفتحت مكة قالوا يا ريت احنا من الأول كنا مسلمين، لأن ذولاك اللي أول شيء صاروا مسلمين حصلوا في شيء، هذول آخر شيء وقفوا، هذه في الدنيا. بعض يقولون عند الأجل عندما يأتي الموت ويأتي عزرائيل هناك الحقائق تنكشف، الملائكة ترى وبصرك اليوم حديد،
حاد يشوف كل شيء. يقول عجيب، يا ريت كنت مسلم أنا. هذا من تفسير آخر. التفسير الثالث يوم القيامة، ذلك المحشر العجيب المهول، مليارات المليارات من البشر كالفراش المبثوث يدورون حولهم، وهذا الإنسان مخبوص وين يروح ما يدري. هنا أقول عجيب، فالقيامة كانت صحيحة، النبي كان حق على حق، القرآن كان حق. هناك يود، هذا برواية، هذا التفسير الثالث برواية. هنا أنا عندي قريز، أبو عادل يقول قريز سوي. القريز شنو؟ هسه هذا مولانا شيخنا المبجل الآتي من حرم الإمام الحسين عليه السلام، هذا أستاذنا، هذا شيخ ضياء الله يحفظه. هذه الآية فقط للمشركين؟ نعم، ظاهرها للمشركين والكفار. ليش؟ لكي نقول ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ولكن أنا شوي أريد أستفيد، طبعاً مو تفسير من عندها، أستشم يا كذا، أنه لا سمح الله ليكن إحنا هالشكل. إحنا مؤمنين مسلمين، ولكن عندنا ذنوب وعندنا معاصي. هناك يوم القيامة نشوف بعض الذين لا نعير لهم اهتماماً في هذه الدنيا سابقين رايحين قدامنا، وإحنا واقفين وراء الصف ننتظر اللحظات الحرجة والعرق يتصبب علينا. هناك نود لو كنا مو مسلمين، احنا مسلمين، لو كنا غير عاصين، لو كنا اكثر خدمة للفقراء، لو كنا اكثر تسبيحا لله، لو 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 الى اخره، نقدر نستفيد من الآية. طبعا من روح الى جهنم ان شاء الله ببركة رسول الله محمد وآل محمد. ولكن نتحسر يوم الحسرة. يوم الحسرة يعني شنو؟ من أسماء القيامة يوم الحسرة. الحسرة للكفار لا، إذا لك شغلهم خالص. الحسرة للمؤمنين، قيل يا ابن رسول الله هاي الحسرة لمن؟ قال الحسرة للمؤمنين. ليش ما اشتغلوا أكثر؟ ليش ما قدموا أكثر؟ ليش ما تعبوا أكثر؟ ليش ما صلوا في أول الوقت؟ ليش ما خدموا والديهم؟ ليش 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 إلى آخر المفردات الموجودة في منظومتنا الإسلامية. أيضا نتحسر إحنا. طبعا جهنم لا، بس أكو في الحديث هم يشير إلى جهنم. خل أقرأ لكم بعد الصلاة على محمد وآل محمد. بلي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا اجتمع أهل النار في النار، لا لا لا، القيامة تنتهي، الحساب ينتهي، أهل النار مجتمعين في النار، ومعهم، هاي مشكلة، ومعهم من يشاء الله من أهل القبلة، يعني منه مسلمين هم رايحين إلى جهنم، نستجير بالله. قال الكفار للمسلمين، هناك على تعبير الكويتين يطنزون عليهم، يقول ها أنتم مسلمين، بعد وين شفاعة النبي؟ ألم تكونوا مسلمين؟ قالوا بلى. قالوا فما أغنى عنكم إسلامكم وقد صرتم معنا في النار؟ إسلامكم ما فاتكم، إحنا وياكم اثنيناتنا بالنار. قالوا منو؟ قالوا المسلمين المذنبين الكبائر عندهم. قالوا كانت لنا ذنوب. العلماء هنا فاتحين قوس يقولون الكبائر، الصغائر تمحى إن شاء الله. قالوا كانت لنا ذنوب فأخذنا بها. قالوا هاي لا، لازم تصفية حساب، ذاك اللي تعب يروح للجنة وانت اللي ما تعبت ايضا تروح للجنة، هذا غير عدالة، مو عدالة هذه. هذا يقولون نوع
من الاعتراف بالذنب يصير، فأخذنا بها. يعني احنا متندمين بس سوينا في شيء أخذنا بها. يسمع الله عز وجل ما قالوا، كل شيء يسمع الله. سمع الله طبعا مو أذنها، السمع والبصر يعني العلم، بس هذا تفصيل له في علم العقائد. يسمع الله عز وجل ما قالوا، فأمر من كان في النار من أهل الإسلام فأخرجوا منها. يقول ما دام اعترفتوا وشوية أذيتوا، تعالوا روحوا بعد، خلاص تطهرتم، اذهبوا إلى الجنة. فحينئذ، هذا الشاهد في هذه الآية، فحينئذ يقول الكفار يا ليتنا كنا مسلمين، يا ليتنا كنا مسلمين. طيب نرجع إلى الآية. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، إما في الدنيا بعد انتصار الإسلام، وإما عند الأجل وفي القبر، وذروتها في الآخرة في القيامة. ذرهم. الرسول طبعا كان حريصا جدا، هذه سورة طه قريناها، طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، أنت بلغت يا رسول الله، هديت الناس، اللي فاد ويا فاد، اللي ما فاد ترك اتركه. هذا يفيدنا اليوم أيضا، احنا دائما الآيات نطبقها على عصرنا. احنا مأمورين بالتبليغ، حتى أنت كلنا، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، مو بس المشايخ والسادة والعلماء، كل واحد بقد إمكاناته يبلغ. أما التبليغ إلى أصوله، إلى أساليبه السلمية الواضحة المؤدبة الخلوقة التدريجية وإلى آخره، هسه مو وقت نحكي. واحد ما يفيد وياه وترك، أكثر من ابن نوح، بعد ابن نوح ما فاد وياه. سآوي إلى جبل يعصمني، قال لي روح، ما فاد. مرة واحد كان ما يريد، تعرفه، واحد كان ما يريد يصير له أولاد، فأنا جيت أشجع على الذرية، بابا روح صار خلي يصير لك ذرية وأنت سيدي من رسول الله. سبعة شوي تقول منه إيه؟ ما كان يقبل، يقول لي أنا أخاف أن هذا الولد الذي أنجبه يصير في واحد خربان، يعني غير صحيح. قلت له أنت ما عليك، أنت لازم تعمل بالأحكام الشرعية في الذرية، في النطفة، في المادري الحليب الأم، في الأكل الحلال، هذه كلها مقدمات. بعد إذا تريد ابنك يصير صالح، بنتك تصير صالحة، شنو تريد؟ شو تسوي؟ أول شيء انعقاد النطفة، ثاني شيء الأكل الحلال، الأم التي ترضع تكون أم طاهرة، الحليب طاهر إلى آخره، وتربي فاد وياه. ما فاد كيف بعد؟ ذرهم. بعدين مثلت له على ابن نوح، سيدنا ابن نوح، يعني معقولة نوح النبي 950 سنة يشتغل على قومه وما يربي ابنه؟ يصير الشكل؟ مستحيل. نبينا هذا التسجيل مشكل، يعني صحيح ما كان يربي بعض الناس، بعض الزوجات فلان، وحتما يربي بس ما يفيد وياهم يترك. فقلت له يا ابني انت روح انجب وبعدين خليها على الله، ادي واجبك وظيفتك في التربية، واذا ما صار يصير ابن نوح، ما بيها شيء. شنو يعني؟ راح طاح الضرح. رسول الله كان حريصا صلى الله عليه وآله، عجيب، واحد لما يقرأ تاريخ الرسول عجيب عجيب،
يعني لحظاته، لحظات حياته كلها ألم. ما أوذي نبي مثل ما أوذيت. حريص على هداية قومه وغير قومه. وطلعوا شلون ما أدري. فالله يسليه يقول: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. يا رسول الله ذرهم، اتركهم بعد، ذرهم، هذول مال أكل، مال جنس، مال شبع، مال بطر. واليوم أيضا أكو ناس الشكل، استجيروا بالله، ماكو؟ أكو أكثر. هاي المدنية الجديدة اللي جاية وأسباب الرفاه، الله، تروح الشوارع مرتبة، المقاهي، المنتزهات. ما اليوم واحد جايني ابنه يقول لي: بابا وديني إيطاليا. يعني حتى إيطاليا ما يخالف، روحوا يعني، واحد يروح يتنزه ما يخالف، بس بحلال، بشيء يعني قضايا شرعية تكون. فهذا شيء يسوي اليوم؟ اليوم يصير بعض الناس أكل وشبع وبطر وفلوس على فلوس، وآخر شنو؟ لا يفكر بالآخر. المشركون هكذا كانوا أيام رسول الله. إحنا فقط نقرأ القرآن يقول المشركين كانوا الشكل، خلينا نطبق على عاضرنا، على واقعنا. واقعنا شنو؟ عصرنا هذا هم نفس الشيء. يا رسول الله ذرهم يأكلوا. ثلاث أشياء حقيقة، تصوير جميل لحالة الناس الذين لا يفكرون في الآخرة. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل. أمل عنده أنا باقي هسه، يشوف غيره ده يموت ويحمل جنازته. نحمل جنائز إخواننا أقربائنا، يقول الموت بس للجار. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. يجي يوم الحقائق تتوضح أمامهم، إما عند الأجل وعند القبر وفي القيامة. بعدين الله يقول القرية أيضا إلها أجل، البلاد لها آجال، الحضارات والمدنيات لها آجال، مو بس الإنسان. احنا دائما نمثل في السنوات السابقة، تذكرون وين حضارة فرعون؟ فرعون 2600 سنة هذول حكموا مصر، مو مصر، أفريقيا. مصر مو هاي المصر ترى، أفريقيا كانوا يحكموها من أقصاها إلى أدناها، من أدناها إلى أقصاها. وينهم؟ هاي كم أهرامات باقية وكم جسد، وهذا هو. ليس لهم ذكر في التاريخ. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. كتاب يعني شيء مكتوب، يعني أجل، فالأجل معلوم له. أجل الإنسان إلى أجل، وأكو أجل للأقوام، للحضارات، للمدنيات، للقرى. الآن تروح فلان قرية يكتشفوها من تحت الركام، هذه كانت يوما ما عاصمة فلان، بلد كبير كان، يكتشفونها الآن هالأيام. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. الأجل المحتوم للإنسان وللأقوام وللمدن وللقرى وللحضارات وللمدنيات لا يستقدم ولا يستأخر. يعني لما يجي وقته يجي وقته، خلص لا تقدر تقدم ولا تقدر تؤخر. هذه بدايات سورة الحجر. إذا وفقنا الله سبحانه وتعالى نستمر في الليالي القادمة. أما كعادتنا في كل ليلة نقرأ موعظة، وكل ما قرأناه موعظة أيضا. عن الصادق عليه السلام: ثلاثة أشياء لا ينبغي للعاقل أن ينساهن. ما يقول للمسلم، للمؤمن عاقل، إذا واحد عنده عقل لازم هالثلاث أشياء ما ينساها. ثلاثة أشياء لا ينبغي للعاقل أن ينساهن على كل حال، ليل نهار، بالسوق، بالوظيفة، بالحوزة، بالجامعة،
بالسفر بالحضر دائما ينسى، لا ينساها. شنو أول شيء؟ هاي صعبة شوية. أولا فناء الدنيا. أنا لما هواي أنقهر مشاكل تجيني أقول بعد 100 سنة كل شيء خالص. إيش وقت هاي؟ قبل 60 سنة كنا نقول، الآن عمري 72 سنة، نقول بعد 10 سنوات بعد ما يعمر أكثر بعد. الله يطيل أعماركم إن شاء الله، طبعا في رضا الله. فناء الدنيا، الدنيا كلها تنتهي. هاي الدنيا اللي تنتهي ليش ألقى نركض؟ ثلاثة لا ينبغي للعاقل، إذا واحد عاقل لازم ما ينساها. أول شيء فناء الدنيا، ثاني شيء وتصرف الأحوال. الله أكبر، اليوم فقير يجي للمسجد دائما أول الصف، أدعية زيارات، بعد كم يوم يصير مليونير ما تشوفه أصلا. وبالعكس أيضا، وبالعكس ما أريد أجيب اسم الدول لأنه ممكن إهانة تصير، ولكن أنتوا اللي الشيبة يعرفون شو أقول. أكو دول، أكو مناطق كانت بلي في عزها، الآن شنو؟ فقراء. والتصرف الأحوال، في اليوم مريض في اليوم صحيح، في اليوم شاب بطل يركض يسوق السيارة بعنف يروح منا منا، في المرة يصير ضعيف الحال. تصرف الأحوال هذه بعد، هذا اللي ينساها واحد. ثالثا والآفات التي لا أمان لها. آفة تجي مزارع عنده، في المرة تجي آفة، هاي السيولية اجت في إيران الله يساعدهم خطية، في المرة قاعدين سيل اجى، آفات هذه، هذه لازم لا ينساها. وأيضا لا يستكمل عبد حقيقة الإيمان حتى تكون فيه خصال ثلاث: الفقه في الدين. فقه في الدين يعني شنو؟ يعني يصير فقيه عالم 40-50 سنة يروح يشتغل يدرس؟ لا، يجي يتعلم شوي كم مسألة. هاي مجالسنا شو كلها بالي قريز نسوي ضعيفة صارت. نقول لهم بابا شو القصة، كل واحد يجيب له عذر. المهم هذه المجالس لا تتركوها، جيبوا أولادكم، هذول لازم يتعلمون الفقه في الدين. بعد الثاني وحسن التقدير في المعيشة. عندك فلوس لا تصرف إسراف. اليوم شفت تقرير، الله، أيضا ما أجيب أسماء ولكن لازم أقول أنه أولى وأعلى درجة في الإسراف مع الأسف أحد الدول الإسلامية العربية، جايبين تقرير أنه أطنان يوميا إسراف ده يصير، أطنان من الأغذية هيك بالزبالة تروح. هذا إلى جواب، ترى إلى جواب. حسن التقدير في المعيشة، عندك فلوس بس بالتقدير سويه، لا تضيق على عائلتك ولا إسراف. حسن التقدير في المعيشة. ولا ثالثا والصبر على الرزايا، إذا صارت رزية بلية اصبر. بعدين الإمام يقول ولا حول، عفوا، ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا وفقنا في هذا الشهر الفضيل أن نتفقه في دينك ونقترب إليك وعلى أوليائك. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآل محمد. الله 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 سبحان الله الله الله.